Hi guys, good morning. My first day في كازابلانكا. Oh my god يا جماعة, البلد فظيعة 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 فظيعة. بس أنا دلوقتي رايحة عندي فوتو شوت بسربرايز كتيرة جدا, فا I'm so excited بجد بجد يا جماعة. انتوا مش متخيلين أنا ازاي متحمسة إني أكتشف هذه البلد الفظيعة. So keep watching, I love you guys. سميتي تمان زكراني, انا هو المصمم ديال لا مارك غافانيتي ديال الاحذيه. حنا سبيسياليست في لي موكاسان, وان شاء الله غادي نديروا ان براند ديال لي سنيكرز حتى هما, كنديروا لي مول ايغالمون بلان شوسور. دونك سي دو 100% كوير, 100% جلد, مصنوع في المغرب بيد عامله مغربيه. وان شاء الله الا بغيتوا تعرفوا اكثر من عندنا, فيزيتيو لا باج انستغرام غافانيتي ولا سور فيسبوك. Donc qui m'a qu'à chouf ounaya, ça c'est une petite sélection, ce sera les modèles de Kandiro. L'arabia Kandiro l'alouane bzef, avec l'alouane saifia ou la djelchita. Kulchi gild Kandiro min Italia. Ou qui m'a qu'à l'écoum, donc le brand Kulchi qui t'sob ounaya f le Maghreb. C'est des mocassins très souples, très confortables. مرتاحين مريحين بزاف, وكنديروا حتى السيكان لي باكس حتى هما, وكلشي كوير 100% كوير. يعني فوالا, يعني ان شاء الله اللي بغى يجرب مرحبا به. حنا راه كنكونوا في اما في الم...
ودلوقتي جه الوقت ان احنا نروح نكتشف سوق مراكش.